السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم. قناة نعوم تيفي اليوم سوف تعرف شخصية السيد شرواطي عبد الرحيم مواليد 4 أبريل من عام 1993 بقرية فرندا ولاية تياس. ترعرع شرواطي في ولاية تلمسان بالضبط دائرة الحناية. تعرفنا إليه في حفل الذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية بمتحف المجاهدين بولاية سيدي بلعباس. لديه موهبة في العزف على آلة الترومبيت بشكل أنواعي، وهو يعمل في الفرقة النحاسية التابعة لولاية تلمسان. ونورنا في هذا الحفل بأنشودة النشيد الوطني الجزائري بخمس مقاطع ونشيد وطنية تاريخية. بين هذه العناوين النشيد موطني من أجلك عشنا يا وطني عليك مني سلام، ومن غيرها من الأناشيد التي يطربها في آلة الترومبيت. Thank you.
أخي نتمنى للسيد شرواطي عبد الرحيم حظ موفق في عمله الفني والمهني. نرجى منكم مشاهدينا الكرام أن تقوموا بعملية الاشتراك في قناتنا نعوم تي في. يصلكم